اهلا خوتي، رجعنا لكم مره اخرى وضروبيتو. انتم اصحاب الخير، احنا بحالي قلت كنبغي يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدين. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وصحه وسلام يا ربي، وكفينا وكفيكم شر الغائبات. حبيبي اليوم جيناكم بطاجين ديال القرعه بالزعتر. ما تنساوش ديروا اللايك واشتراك يوصلكم كل جديد، وكتبوا لنا شي تعاليق زوينين بحالكم ان شاء الله، ويا ربي تكونوا في امان الله باذن الله. اليوم عندي هنا واحد الحيمه، عندي شويه الحم، عندي بصيله، ها هي مقطعها اي كلام بحال اللي قلت حبيبي. عندي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاجين بالقرعه بالزعتر بحال اللي تشوفوا خوتي معايا. عندي هنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عندي هنا سكين شبير، مليحه، الخرقوم والبزار الابيض. احنا تنقولوا خرقوم، هما هنا كيقولوا الكركم. المهم علينا، اللهم بارك. هنا غادي نشدو ان شاء الله العطريه، غادي نديروها في الطنجره ان شاء الله بحال اللي شفتوا حبيبي. ها هي. وعندي هنا ثوم، ها هي الثومه، دقيتها في المهراز، عجبني ندقها. المهم ها واخا عندي الحكاكه، المهم ندق صوتها في المهراز، تفكرتيها من زمان، بس للاسف هذا المهراز كي قال هذا كنخوى على الخوى، ماشي داك الشيء بحال المهرج ديال النحاس، ورجعوا لاصلي الى اصلي المهرج ديال النحاس، غير دقه وحده واو كيدق حتى العطريه تيدقها. المهم هذه الثوم غادي ندير واحد شويه الثوم، يعني مزيان ندير شويه بيديه. ها هي، ها هي ندير شويه هوب، ايوا بركه. وعندي هنا الطماطم او ماطيشه محكوكه، عندي هنا الزعتر، عندي هنا زويته بلديه، كتجي تعجبني طيبه بزاف البلديه. ولكن حبيبي الطيبين يا غاليين، غادي نخلي طماطم او مطيشه مع الزعتر حتى كندير ان شاء الله، غادي نحل الكوكوت وغادي نقلب اللحم واشطب، بعدين غادي ندير مطيشه، بعدين غندير القرعه ونخليها طيب. منين نقرب نحيدها غادي نحط عليها واحد شويه ديال الزعتر. طبعا الزعتر له فوائد عده وكيحيد الانتفاخ، جميل جدا. حتى القرعه زوينه بصراحه، القرعه جميله حتى هي، فيها فوائد زوينه وما شاء الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم احمي، اللهم احميها نعمه. واش هكا كيقول اللهم احميها نعمه؟ هي هذيك. المهم كما جيت تقبلوا عليا خوتي، اللهم احميها نعمة، اللهم ديمها نعمة واحميها من الزوال. لا اله الا الله. ساعات كتمشي لنا الهضره، الله يكون معنا ساعة من الساعات خوتي، وتبتنا على الشهادة. المهم انا جيتكم كذا يعني كذا كذا بسرعة، يعني قدمت لكم هذه المقدمة بسيطة جدا وسهلة. الكل خير في دارو، الكل كيعرف يطيب، بس حنا كنشاركوا معكم اليومية ديالنا البسيطة. اللهم بارك على الحبيب المصطفى، خليكم معنا خطوه خطوه ان شاء الله. غنرد هذا الحيمه الطيب ياكم ونرجع لكم بعد شويه، زعما واحد شويه نرجع لكم زعما. معليش كنبسطوا الهضره ديالنا باش الكل يفهم، الكل يعرف علاش لا. يلا خليكم معنا، خليتكم في امان الله. اهلا واهلين بالناس الطيبين. هذه الحيمه ديالنا، شوف هذه دابا راه طابت، غادي ندير عليها الطماطم ياكم، نخليها واحد جوج دقائق ونحط القرعه. ها عشان القرعه كتطلق الماء، غادي نخليها يعني ندير فيها غير نص كاس الماء باش طيب، وهي ما نديرش فيها قوه الماء، راكم عارفين القرعه كتطلق الماء ما خصناش نحطوا الماء بزاف. خليكم معايا نديروا الطماطم اهي، بعد ما درنا مطيشه نديرو شويه ديال الماء دابا، ايوا، ونخليوها بعد نخليها تقلى بشويه مطيشه، عاد ندير القرعه. خليها شي شويه الحيمه تشرب مطيشه، عاد ندير القرعه. عرفتوا يا خوتي غجربوها، كتجي الطاجين واعر خصوصا بالزعتر، ما نقولكمش تسلم اللي ياكلها واللي يطيبها. حبيبه قلبي هذه القرعه نحبها بزاف، نموت فيها
خصوصا لما تطيب الحيمه هكذا. ايوه يا جماعه الخير كطيب الحيمه هكذا، شوفوا مقليه. خلينا من داك الطيابيط يكون فيه فيضان، كيعجبني حدو قدو. على التليفون شوف زي ما انتم شايفين، شوفوا شوفوا اللي ما شاف يشوف. انت يا خيتي وانت يا خويتي عندك شي وحده عاد هذه كطيب صيفطي لها، ولا لخوتنا اللي في الخارج اللي في فرنسا اللي في اوروبا، بارطاجيو معهم هذا الفيديو راه ساهل. يعني المراه هي اللي كتخلي الماء او المرقه خاتره، اوكي. فوتونا من ديك اللي كطيبي جوج طرفات ديال الخضرة وديري كتر الماء، لا كيجي المرقة خايبة طبعا. يا ربي يسهل على الجميع ويسرع الجميع، ويا ربي ونهلا تحوش شي واحد، وبالخصوص الموحمات نهلا يحوشكم سمحوا لنا. كلها خير وفي دارو حبيبي الطيبين بحال اللي شايفين. خليكم معانا حبيبي. هذه القرعة شوف الماء قداش ندير فيها، هي حدو قدو حبتين بس، باش كان ايه حيت هي اصلا تطلق القرعة الماء حبيبي مع الطماطم. انسد عليها واحد جوج دقائق وغادي نحل عليها وتشوفوا شكلها النهائي، وغندير لها الزعتر ونخليها تغلي جوج دقائق بعد ما نحل عليها الكوكوط وخلاص. هذا شكل القرعة مريقة ديالنا البخار، يلا صحتين. وهنا صراحه جميله ما شاء الله. عدنا لكم حبايبي مره ثانيه، هذا هو الطاجين ديالي ديال القرعه باللحم ها هو والزعتر، كيجي خاطر وكيجي غزال. سلامتكم ما شهيتكم، خيركم في داركم بحال اللي شفتوا. طاجين القرعه بالزعتر كيجي واعر، كيجي خاطر بحال هكا، كيجي فن. وهذا هو الغداء ديالنا البسيط، درت هذا سميتو بطاطا خيزو والباربا او البنجر بالمايونيز، هذا عصير الليمون اللي بينت لكم ديك المره ديك السيده كديرو العصير الليمون، كتطحن بقشرو مع السكر كيجي غزال واعر. هو ده، هذه هي السفره ديالنا البسيطه البسيطه جدا. هذا الخبز ديالنا، شاركنا معكم هذا النهار الغديوة ديالنا البسيطة. نتمنى يا ربي يعجبكم هذا الطاجين بصراحة، جربوه ما تندموش واعر. نتمنى ديروا لايك واشتراك يوصلكم كل جديد خوتي خواتاتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. لا تنسوش ترسلوا لنا التعاليق الى صورته ان شاء الله، ترسلوا لنا التعاليق يوصلكم وتشتركوا معنا يوصلكم كل جديد حبيبي الطيبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم ديمها نعمة واحميها من الزوال. ان شاء الله حبيبي تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش ديروا لايك خوتي، الى اللقاء في فيديو اخر.